ولانها اليومين دول رخيصه وسعرها رخيص وكمان كميات كبيره، ولان كمان في الشتاء بتبقى كميتها قليله وطعمها مش لطيف، النهارده هعمل لكم احسن واجمل طريقه واسهل طريقه لتخزين الملوخيه. الملوخيه طبعا ليها فوائد كثيره جدا للبشره وللشعر وللقلب، ومليانه حديد، وكبار وصغيرين بيحبوها، فلازم لازم نخزنها اليومين دول لرمضان بقى او لغير رمضان، لان فعلا الطريقه دي سهله قوي وفعلا لطيفه وكانها فريش واكتر كمان. بصوا شكلها عامل ازاي، بيشهي جدا، وكمان هعملها لكم على الطريقه المصريه. بصوا امر عايزين تعرفوا عملتها ازاي، اعملوا لايك، ولاول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك، وادعوا لاخواتنا في فلسطين، ويلا بينا على الطريقه حالا. بسم الله هنبدا. هجيب حله واحط فيها ميه، حله حسب اي حجم انتوا عاوزينه، واحطها على النار، وبعدين هنزل فيها بنص معلقه من السكر، وبعدين هجيب معلقه مليانه صغيره من البيكربونات او البيكربونات، اوكي، هنزل بيها على الميه، وهقلب كويس قوي قوي السكر مع الكربونات ومع الميه، واسيبها بقى ايه تغلي الميه مع بعضينا. وبعدين هجيب بقى الملوخيه، طبعا نكون قرطفتها كويس وغسلتها ونشفتها وبقت زي الفل زي ما احنا شايفين كده. الملوخيه منتشره قوي من دول، وسعرها كمان مناسب قوي في الشتاء، بتبقى غاليه جدا ومليانه طينه ومبتبقاش طعمها حلو، فده الوقت المناسب ليها في السنه، اوكي. بعدين هجيب بقى الميه بعد ما غليت، تكون غليت معايا جامد، وهجيب طبق غويط برضو اكون حاطه فيه ميه ساقعه، وكمان حاطه فيها تلج. ليه الحوار ده كله؟ هقول لكم دلوقتي هعمل ايه بالظبط. اول حاجه هجيب الملوخيه اللي عندي وهنزل فيها بالميه السخنه، ما قعدهاش كتير، يا دوبك بالظبط 3 4 ثواني مش اكتر، وبعدين اخدها من الميه السخنه على الميه الساقعه على طول. طبعا ده بيقلل معايا ان هي تستوي، يعني بيوقف سواها، وغير كده كمان الصدمه بتخلي الملوخيه نفسها ما تسودش، او يعني ايه تحتفظ باللون الاخضر بتاعها، فاهمين قصدي؟ وبعدين هاخد الملوخيه اللي انا حطيتها في الميه الساقعه دي بالظبط بعدها لغايه ما تهدى بس شويه صغيرين كده، يعني بالظبط حوالي 5 ثواني، وبعدين اطلعها من الميه الساقعه احطها في طبق وعليه مصفى عشان انزل منها اي ميه زياده. وهكرر طبعا العمليه زي ما احنا شايفين كده تاني للناس اللي ما اخدتش بالها كويس. دي الميه السخنه، بصوا ما بتاخدش بالظبط 3 4 ثواني، وبعدين اطلعها عشان تحتفظ باللون بتاعها الاخضر في الميه الساقعه اللي فيها تلج بالشكل ده. الملوخيه طبعا ليها فوائد كتيره جدا للشعر وللضوافر، وبتظبط ضغط الدم، وكمان بتقلل من حصوات الكلى، مليانه حديد، وطبعا ما فيش حد في الدنيا ما بيحبهاش، بس طبعا زي ما قلت لكم بتبقى في الشتاء مش لطيفه، فاحنا هنعمل منها كميه ونشيلها، تنفع بقى رمضان، تنفع لاي وقت، بتبقى لذيذ قوي وسهله جدا، اوكي. وبعدين هجيب البلندر اللي عندي، طبعا كل الملوخيه اتاكدت ان هي اتصفت تماما من الميه، وهنزل فيها بالبلندر بالشكل ده. معلش انا اسفه بس صوتي تعبان شويه، عندي شويه برد، فانا اسفه يعني. خلاص، وبعدين احطها في الكبه، وكل ما الكبه تتملي معايا او الخلاط احط عليها كوبايه صغيره خالص من الميه الساقعه، كوبايه صغيره من الميه الساقعه. على فكره الطريقه دي طريقه والدتي، وبصراحه بعتمدها بقالي سنين، ممتازه، بتخليني ما اجيبش ملوخيه من بره ابدا. هضربها بقى كويس قوي على حسب يعني انتوا عايزينها بقى خشنه، عايزينها ناعمه، زي ما انتوا عاوزين. بصوا اهي اتخرطت معايا وبقت زي القمر. هكمل طبعا بقيه الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، بس الاول هوريكم القوام عامل ازاي. شكلها يا جماعه تحفه، وطبعا مفيده جدا كمان لولادنا، ممكن ناكل منها الاطفال بيبيهات عادي جدا، ما فيش منها مشكله. برضو هكرر نفس العمليه، حطيت برضو كوبايه الميه الساقعه الصغيره، وهضرب برضو الكميه اللي عندي لغايه ما اخلصها كلها. اكتبوا لي لو انتم مستمتعين بالحلقه لغايه دلوقتي، واكتبوا لي كمان بتتابعوني منين. بصوا ما شاء الله دي الكمية كلها بعد ما خلصتها، شكلها حلو ولونها ما اسودش ولا حاجة، لسه محتفظة باللون الأخضر بتاعها اللطيف اللي احنا عارفينه. أنا بصراحة بحب الملوخية المصري، في ناس بقى بيحبوا الملوخية السوري، مع اعتذار يعني لإخواتنا السوريين، أنا ما قدرتش أكلها لأن بحب الملوخية تكون يعني مخروطة جامد. اكتبوا لي بقى أنتوا بتحبوا الملوخية المصري أكتر ولا الملوخية السوري. هجيب بقى الكيس بتاع التلاجة عادي خالص، وهنزل فيه بكمية الملوخية اللي انا عاوزاها اللي انا هحتفظ بيها بالشكل ده. استقامة حلو ازاي اهو، طريقة سهلة جدا وحلوة قوي، ولما نيجي نستخدمها ونعملها بعد كده بيبقى لونها اخضر كأنها لسه فريش.
هفضي الكيس كده من الهواء وابتدي ان انا اقفل عليها بالشكل ده. بتبقى شبه الكيس بالظبط اللي بنجيبه من بره، الحاجات اللي هي الخضار المجمد والكلام ده، البراندات كلها بتعمل الشكل ده، بس طبعا دي احسن بكتير لان اللي بتاعت بره فيها مواد حافظه بالشكل ده اهو. وهخلص كل الكميه اللي عندي بنفس الوتيره دي. بصوا ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه قوي، طبعا هكرر تاني وهجيب تاني، بس يعني كده ده مبدئيا يعني. بصوا شكلها تحفه، هحطها في فريزر عادي جدا واقدر اطلعها في اي وقت اعملها، مفيش اي تعب ولا اي مجهود ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه نحطها في فريزر فوق بعضها بالمنظر ده، وما نحطش اي حاجه فيها لغايه ما تتجمد. دي شكلها بعد حوالي 10 ايام، جيت عاملين حبه عامل ملوخيه، فدي شكلها بعد 10 ايام بالظبط. بصوا شكلها مجمد وشكلها منسق وجميله ازاي. هبتدي اعمل بقى الملوخيه بالطريقه التقليديه عادي خالص، شوربه على النار، وانزل فيها بشويه من الثوم المفروم معاهم شويه كزبره ناشفه. عايزين تحطوا مكعب مرق الدجاج مفيش مشكله حطوا، مع انه مش صحي يعني بس مش مشكله. وطبعا هظبط الملح بتاع الشوربه، وبعدين هبتدي انزل بالملوخيه اللي عندي. دي شكلها بعد 10 ايام، ها مش تاني يوم ولا حاجه يعني. اوكي، واحاول انا انزلها في الحله برفق خالص، واتاكد ان هي اتغمرت في الشوربه. اول ما الشوربه تغلي معايا هطفي على الملوخيه، ومن وقت للتاني اقلب اقلب لغايه ما هي يعني تسيح جوه الشوربه نفسها. بصوا القوام ابتدى يوضح دلوقتي معايا، وشكلها بقى حلو قوي فريش خالص، لونها تحفه. الكاميرا بصراحه ظلمه كمان لونها في منتهى الجمال. هقلب كويس قوي قوي، ابتدي بقى بعدين هعمل بقى الطشه بتاعتها. ما ينفعش الملوخيه من غير الطشه اصلا. عادي جدا هجيب طاسه واحط فيها معلقه صغيره من السمنه البلدي او اكتر حسب ما انتوا عاوزين، وانزل فيها بشويه من الثوم المفروم. دي بقى طريقتي انا في عمل الملوخيه، لو في طريقه مختلفه اكتبوا لي برده في التعليقات انتوا بتحبوا تعملوا بيها الملوخيه. هنزل بشويه من الكزبره الناشفه، طبعا بتدي طعم تحفه. ودي بقى الهاك بتاعتي، بحب احط شويه صغننين خالص من السكر، بيدي طعم حلو قوي للملوخيه وبيخليها مسكره كده وطعمها بيبقى لذيذ قوي. خلاص التومه بقت ذهبي معايا بالشكل ده، خلاص هي كده جاهزه معايا، وابتدي ان انا احطها على الملوخيه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، المنظر بصراحه خلاب تحفه. هقلب بقى كويس قوي قوي، بصوا لونها بان اكتر لما حطينا السمنه والثوم والطشه والكلام ده، وهبتدي ان انا اغرفها. بجد بجد تحفه، طريقه سهله قوي قوي قوي، وبشكر مامتي ان هي علمتني الطريقه دي، لان فعلا انا بحب الملوخيه قوي، خصوصا كمان في الشتاء الواحد بيبقى عايز طبق سخن كده يدفي قلبه. فالملوخيه بالطريقه دي اسهل واحلى بكتير من الجاهزه. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، تجنن. بصوا بقى القوام معايا، حاجه كده مفيده وصحيه ومفيهاش اي مواد حافظه، واحسن واوفر بكتير من اللي بنجيبها من بره. والطعم بقى ما اقولكوش روعه، كانها لسه معموله فريش حالا. طبعا ما ينفعش اكل ملوخيه كده، عندنا في مصر بنعمل حاجه اسمها ودن قطه، لازم بالخبز كده. نمسك بقى الخبز الجميل دي بقى اللي اسمها ودن قطه، بنعملها زي ودن القطه كده، وناكل ونستمتع باحلى واطعم ملوخيه ممكن تعملوها في حياتكم. لازم لازم يا جماعه تجربوها، والحقوا خزنوها اليومين دول عشان خاطر هي سعرها حلو وكميتها كتيره. بص القمر تجن. يا رب يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا. سلام.